يحظى بالفوز والناموس في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. نسير مع المركز الأول، نسير مع الانطلاق الأول. هذا مرحب خلفان بن راشد بن سيف الشاوي الغفلي، يتقدم المشاركين بينما يليف المركز الثاني ويتقدم في ثاني المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، لنرى هنا الأسماء والشعارات. هذا شرط مانع بن سلطان بالصريدي الدرعي يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر يأتي في هذه اللحظات مولع لعبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي، يتقدم على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع أو هناك وصول في هذه اللحظات. يا سلام، شوف الأسماء، قاصد سيف بن سالم بن علي الدرعي وصل في المركز الرابع، المركز الخامس هنا القدوم، وهنا التواصل من قبل المختبر لعبد الله بن عبيد بن علي الدرعي، والمركز السادس قدوم على المركز السادس من قبل شاهين لسيل بن قشاط بن سعيد الشامسي، بينما المركز السابع سابع المراكز تقدم ووصل في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، اللي هو الخمري لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري. المركز الثامن المراكز وصل في هذه اللحظات، وتقدم شاهين محمد بن راشد بن سالم بالقوم، بينما المركز التاسع وصل في تاسع المراكز، هذا مياس لعلي بصغير بن حمد العويسي. والمركز العاشر في هذه اللحظات وصل في المركز العاشر، وتقدم هنا مرموق لأحمد بن سيف الزفين. هذه العشر المراكز الأولى في حالة وصولها وانطلاقتها في الشوط الحادي عشر في هذا الصباح الجميل مع الجعدان المحليات الأصايل في الأربعة كيلومترات. والعشر المراكز الأولى، نعود مرة ثانية للمراكز الأولى، نتابع هذا المسار مولع نيران التنافس عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي. ولكن شوف التغيير مشاهدي الأعزاء، غير المختبر عبد الله بن عبيد بن علي الدرعي، انطلق إلى مقدمة الشوط، انطلق الدرعي إلى الناموس والفوز، بينما المركز الثالث شوف الغدوم وشوف التحرك. يا سلام، لا قاصد، هذا قاصد سيف بن سالم بن علي الدرعي، ولكن شوف الوصول في هذه اللحظات. يا سلام الخمري سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، قادم في هذه الانطلاقات، بينما المركز الخامس خامس المراكز واصل شاهين السيل بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي، ووصل هناك من الجانب الاخر، وتدخل في هذه اللحظات شاهين محمد بن فايل بن راشد العويسي، تقدم في هذه اللحظات. ولكن شوف القدوم هنا من شمردل محمد بن راشد بن مبارك أبو سعيد الخيارين، تقدم في هذه اللحظات ووصول في هذه اللحظة مشاهدي الأعزاء مع الزفين مرموق لأحمد بن سيف الزفين المهيري هناك في هذه الانطلاقات. ولكن غدوم في هذه التحديات. يا سلام، ولكن نعود إلى المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، والتقدم إلى المراكز الأولى. شوف هناك التواصل وشوف الانطلاق. يا سلام، المختبر عبد الله بن عبيد بن علي الدرعي مسيطر، ولكن القدوم من قبل اللي قادم اللي هو الخمري سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، يتقدم في هذه اللحظات وواصل انهم بمفتاح مقدم ومولع عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي. ثلاثية جميلة مع الدرعي، وهناك سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، وكذلك بمفتاح قادم مع هذه الثلاثية الجميلة. خلاص الأمتار الأخيرة، ولكن السيطرة مع الخمري سعيد بن حمد بن مبارك المهيري يبي يضيف النقطة الثانية، ولكن الدرعي من الجانب الآخر مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام الأمتار الأخيرة، المختبر لعبد الله بن عبيد الدرعي في المركز الثاني.
ولكن خلاص الخمري الأمتار الأخيرة. تهانينا للمرة الثانية سعيد بن حمد بن مبارك المهيري المركز الثاني. الدرعي هناك المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هو عبد الله بن عبيد بن علي الدرعي، والمركز الثالث مع بن مفتاح اللي وصل في المركز الثالث عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي، بينما المركز الرابع وصل في مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين لمسلم بن احمد بن حرب بن سالم، بينما المركز الخامس اللي وصل في خامس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام هذا شاهين لمحمد بن فايل بن راشد العويسي. نعود الى التوقيت الزمني، تهانينا سعيد بن حمد بن مبارك المهيري 6:09.8 من الثانية، تهانينا وناموس، بينما المركز الثاني من وصل المختبر لعبد الله بن عبيد بن علي الدرعي قطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 6:09.9 من الثانية، بينما المركز الثالث من وصل في المركز الثالث اللي هو مشاهدينا الاعزاء مولع لعبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي قطع المسافه في 6:10.9 من الثانيه. تهانينا ونا